بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن متواجدين في المعهد الفلاحي لتغنيف دائرة تغنيف ولاية معسكر. إن شاء الله بربي درنا هذا المعرض وغادي نديروا ملتقى إن شاء الله بربي نعرفوا به تربية النحل وفوائد مشتقات الخلية مع توأمة إن شاء الله بربي الجامعة مع الجامعة تاع معسكر والغرفة الفلاحية لدائرة لولاية معسكر إن شاء الله بربي. وحنا رانا حضارة دروك إن شاء الله بربي سيدي الوالي ولاية معسكر غادي يحضر إن شاء الله بربي وواحد الدكاترة من جامعة معسكر بإذن الله. ان شاء الله بربي ونطرقوا على بعض الخصوصيات للحال على مستوى الولايه راهي يعاني منها ان شاء الله بربي ونقول لها حل باذن الله ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. رانا مع اخونا ابراهيم العسي، احنا تعاونيه فلاحيه على مستوى ولايه وهران. نشاطنا الاساسي هو تربيه النحل. احنا جينا هنا اليوم معروضين معرض في معسكر باش نقدموا المنتجات اللي رانا نديروهم والنشاطات اللي رانا نديروهم. بين النشاطات اللي رانا نديروهم هي انتاج منتجات خليه النحل مثل العسل والمونيس، راكم تعرفوهم كاع هذو، ونقوموا بالتحويل تاعهم مع الماء، نخدموا صابون، نخدموا الشامبو زوجات تاع الفضال يجب يعطيها الماده الاولى، الزوجه تخدم الماده الثانيه هي اللي كيما نقولوا الكلام. وهذا اللي نحوس عليه، هذا يكون انتاج اقتصادي يكون باذن الله ان شاء الله. وصابون بيو طبيعي من منتجات خليه طبيعي 100% وحاجه تاعك ما شاء الله ما شاء الله. شكرا جزيلا استاذ، شكرا جزيلا. عندما يكون الاحتكار ويكون الارشاد نقدروا نزيدوا نوسعوا الشعب ان شاء الله بحول السجن ان شاء الله. مصطفى بن عاشير ربي نحل من مدينه معسكر ربي نحل سيدي الوالي انا عندي جوج مواقع. انا تقريبا التخصص ديالي في الجامعه بزاف انتاج الطرون، عندي 100 خليه. اسمح لي سيدي الوالي، احنا بالنسبه للسنوات الفارطه راك شفت الجفاف البيضاء شويه تعبنا كانت يعني تقريبا فشلنا. لا رانا نجتهدوا سيدي الوالي. اسمع ربي يرحمها، شوف سنة ربي يرحمها. انا سيدي الوالي بغيت نشهد واحد الشهاده. انا كنت حاطي في محمديه وفي الصيف احنا عندنا واحد النبته اسمها الحميضه والريشه هذيك ورابط لك كل مره في المرات شاوعنا العام هذا الحمد لله ما شاء الله. وقفوا معنا سيدي الوالي. اسمع ماذا في العام الجاي كيجي عندي 1000 ان شاء الله. هذه بلاش تفضل بارك الله فيك سيدي الوالي. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. على يسار. واحد تصفي في الشيخ.